يعني ارجو نعطى وقت حتى بالضبط. طبعا. اول شيء احنا في عندنا ثلاث انواع من اللحوم المستورده. نتحدث احنا عن لحوم المواشي واللحوم الحمراء بشكل عام. في لحوم نستوردها بلحوم مجمدي، وفي لحوم طازجي، وفي لحوم حيي. اللحوم المجمد تستورد على طيلة أيام السنة. اللحوم الطازجي تستورد بقسمين، شيء يستورد مباشرة ويجب أن يكون هناك 72 ساعة فقط لوصول هذه المادة حتى تعتبر طازجي، ووزارة الزراعة تتولى عملية إعطاء الرخص، وهناك جهة رقابية صحية اللي هي الغذاء والدواء بتفحص هذه الأمور حتى تدخل ونحدد أنها هي لحوم طازجي. في أيضا اللحوم طازجي بس في عندنا منطقة حرة موجودة في الأردن، هذه المنطقة الحرة تعتبر منطقة حرة داخل الأردن، فبالتالي بتدخل أغنام حي تذبح في تلك المنطقة وتخرج من هذه المنطقة الحرة باتجاه السوق كأنها بلحوم طازجي. نعم. فبالتالي هذه أنواع الاستيراد للحوم. أيضا في لحوم حي، لأنه في وقت من الأوقات إحنا بحاجة لوجود لحوم حي خاصة في عيد الأضحى المبارك، ويجب أن تذبح داخل الأردن لأنه تطبيق سني، وبالتالي إحنا يجب أن نؤمن احتياجات شعبنا لهذا الأمر. ما أريد أن أقول أننا اليوم ومن بداية 2019 إحنا ما يتعلق بالأغنام الحية وضعنا معايير، وشارك ما يقل عن 28 شركة في عملية الاستيراد. الآن في اللحوم الطازجي يعطينا اليوم حافز كيف أن ندخل لحوم حية تذبح داخل الأردن، وإحنا مشرفين عليها ومشرف عليها كل الأجهزة الرقابية، تقدم لحوم طازجي داخل الأردن، لأنه هاي راح تعطيني قيمة مضافة. كيف القيمة المضافة؟ في رسوم راح أنا أستوفيها كحكومي، وكذلك الأمر هاي لما تقعد شهر أو شهرين داخل الأردن راح هاي كل قيمتها المضافة تكون داخل الأردن من عمالي ومن بيطرة ومن نقل ومن الأشياء هاي كلها. ودرسنا أنه المليون رأس الطازجي اللي تذبح داخل الأردن بتعطينا ما يقل عن 140 مليون دينار داخل الأردن، وإحنا بحاجة لأن يكون هذا القطاع قطاع محفز بهذه الشكل. اليوم هذه القطاعات اللي بحكي لك إياها 28 شركة إذن لم يعرضوا لك أكثر وبيعملوا بهذه المنهجية. وأنا يعني أعطينا حتى قبل فترة رخص استيراد لهذه الشركات، لأنه بتعرف اليوم السوق العالمي اللحمي في 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 تزايد. يعني بنحكي اليوم احنا في غلاء نلمس وباهظ بسبب الظروف اللي بتحدث. بالأمس القريب يعني في كان شيء داخل أستراليا أوقفوا الاستيراد لفترة، هاي بنعكس مباشرة على السعر العالمي للسوق العالمي. إحنا بنتعامل معه بقضية الرخص ومتى نعطي الرخص وكيف نعطي الرخص بما نعم وبما يتلائم ويتوائم. بس الآن إذا ما في احتكار، ما في لا أبداً أبداً، وأنا بتحدث عبر هذه الشاشة الهادفي أنه أنا يعني عندنا أكثر من 28 شركة. وكل شركة ضمن المعايير اللي موجودة لدينا تستطيع أن تتقدم بكل رحب والسعة في لجنة خصصناها. يعني اليوم الوزير ما بتعامل بهذه القضايا لأنه في لجنة خاصة، هاي اللجنة الخاصة مش عند الوزير هو اللي بيقرر، هاي اللجنة الخاصة تنسب وهي اللجنة الخاصة تعطي من الشركات الملائمة المناسبة، وهي اللجنة تحدد الكميات. لجنة خاصة موجود منها ما يقل عن 6 موظفين مختصين بهذا.